السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحباب ديالنا هنا في البادية ولا بدا كنديروا وصفات مختلفة، وكل مرة اش موصفة كتكون. واليوم اقترحت علي فاطمة باللي غادي نديروا داك المسمن اللي تيقول له مسمن الصينية او لا مسمن الفران، وكاين اللي تيقول له الملوي ديال الصينية، وكاين اللي تيقول له الملوي ديال الفران. ودابا يلا نديكم عند فاطمة وغادي تشوفوا كيفاش كتوجد. وها فاطمة كما قلت لكم هي باتية داك الملوي اللي قلت لكم تيكون في الفران. انا ما كنعرفش شنو سميتو، وانما هو تيقول ليه الملوي ديال الفران. يعني حتى هو راه ملوي بحال كما كتشوفوا، راه كتقادو مزيان. ومعاد كتبدا تلوي، يعني كيبدا هذاك الشيء يترولق. ها انت بحال الطريقه هذه، شوف داكشي اش يقول لنا ملوي. وكل واحد شنو غادي يسميه؟ ما عندوش شي سميه فاطمه، شي سميه اخرى. السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه وسلامه وطول العمر. تيقولوا له الملوي ديال الفران، حنا كنقولوا ملوي الفران، ولكن هنا في الدوار تيقولوا الملوي الصينيه. ها لينا كيتحط في الصينيه، كيتحط في الصينيه ولا اولا يمكن كيطيب في الصينيه، كيديروه في الصينيه ويدخلوه للفران. هما هنايا كيقولوا ملوي الصينيه، ما عرفتش انايا. لا ملوي الصينيه ربما لحقاش كيحطوه في الصينيه ويدخلوه للفران. بالنسبه لهذا العجينه عاديه، يعني بحال اللي كنعجنوا الخبز، كنعجنوا بالفينول والدقيق الفورس، يعني الدقيق اللي زوين، والزبده ها هي الزبده والزيت والسميده، كنبقى نلوي فيه. يعني كتعجني في الاول العجينه ديال سميتو كما قلتي ديال الخبز، ديال الخبز عادي 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 بالخميره وشويه السكر، ومن بعد كتبقاي تعزلي يعني كل جهه في قنت، كل وحده انت كل جهه في قنت، باش كتوليو ديروا هذا برك كبير. عرفتي قداش تبارك الله هذا كل ملويه قداش؟ انا راه مع وديت الصينيه كتجي بحال دابا انت باش نوريك، بحال دابا هذه ديال الفران خاصني نديرها على دور الفران، على دور الصينيه. الصينيه ولكن هذه كبيره، يمكن هذه كبيره ولكن بحال تجي قدها هذه الملويه. حيت الملويه كبارات، هذه الملويه اللي درت كبير. وهذا شي يقول له هانت هنا انا غنلوي لك هذه، وهذيك راه باقي ما لويتهاش. دابا هذا خصك تغطيه بالميكا، غادي نغطيه بالميكا. هانت بحال هذه راه باقا قطعتها، ها هي مقطعه كما قلت لكم الطراف، كتعزل الطروفه، ومن بعد عاد كتولي تقاد ديك القضيه ديال المسمن والسميده. غنبداو معكم الطريقه في الاول، كما قلنا لكم الخميره دي فيها الخميره، ياك فيها الخميره، فيها الخميره، فيها الدقيق، يعني بحال غديروا الخبز ديال الفران. ومن بعد عاد كتبقاو ديروا هذه العمليه ديال العمليه الثانيه اللي حقاش كيقول لك عافاك شاركوا معنا الطريقه. هذه هي العمليه الثانيه، ديروا الخبز ديال الفران ومن بعد كديروا هذه العمليه، كتبداو بهذه العمليه. ها هي السميده، ها السميده، ها الزبده دايبه ياك، والزيت، ومن بعد كدهن بها. ها انت بحال هكا كنولي على ثلاثة، كنولي نجيب السميدة عاوتاني ونديرها من الفوق. السميدة من الفوق، نولي عاوتاني نعاود ليها الطوية الثالثة. بحال هكا، هادي دابا باقا ما غطلقش، غنخليها تلا واحد شوية. هانتي نديرها هنا. كتوجديهم؟ كنوجدها. بحال دابا غنهز هادي. هاديك موجودة؟ هادي موجودة هانتي، واجدة من قبيلة. صافي، هادي يعني طلقت. طلقات كنلويوها كنردوها بحال ما هكا، كنخليوها عاوتاني واحد شويه تطلق، من بعد نقرصوها. كترديها بحال هذا الشكل، كنردها خويزه. دابا ها انت باقا شويه قاسحه، غندير لها بحال هكا. هي خوتي واحد القضيه، راه حنا ما نطيبوش في الفران عندنا هنا، غادي نمشيو نطيبوه في الفران اللي هي عند الدار ديال با قاسم، يعني عند الزهريه، غنطيبوه في الفران ديال الطراب ديال بورقلا. ياك بورقلا، كل واحد اش تيقول، كاين تيقول له بورقلا، كاين تيقول له المسيره. المهم غادي نخليكم اخوتي وتنتلاقاو له في الفران ان شاء الله. Thank you.
السلام عليكم. كيف حالك؟ بخير. لاباس. لاباس عليكم. لاباس يا كرامتي. عاد عاد تحبك بزاف. وهذاك الشيء كاع ها؟ وماك راه داك الشيء كاع؟ هو بحال قبلة. الله يلا ربعه ثلاثة انت دايره تبارك الله خنشا كاع حمر لا الحمد لله الحمد لله دابا هي عشقت باش طيبوا في الفرانه سيدي ديال التراب هذا الشيء امنا الضعينه باقا ملصقنا نعم امنا الضعينه باقا ملصقنا لا شوف على اسم الهضره ما تعرفي كاين بالعكس هما يحدوا ما تلقاها فيقه قبل منك يا قاسم راه هاد ما وقعت راه الفجر كتشد خاطر يحدوا دابا هو ملي فاقاش دارنا ها هو قاعد على حي ما دار لا فطور لا اش دار في البحر باش مت انا وانت قاعد زعما الفوق قلنا الصاد صاد نوض بكري قولوا وجد وجدنا الفطور نسيبوه واجه الفطر انا بقيت عام ويا نرجع نبزق اذا يخبر الناس وانتم نايضين راد الفوق نوضو بكري طلق البهاي لا باش تعرفها موقدة راه كتهضر وكتهضر على البهايم قالت لك نوضو طلق البهاي شتي وكانت دايخة كون راه قالت لك ايها ولدي الله يرضي عليك رضعتيه رضعتيه قول له زعما مشاو راه ورجعوا وعندي غايب في غير عوال بقى عطرب لا والو ما بقى والو ورغم ذلك مساكن البهايم كيمشيو تيبداو يقطعوا التراب سبحان الله دور معاهم شويه التبن ولا كيشوف العلف ولا تعال هذا مساكن ما يلقفك لا والو العام اللي كيجي ناقص ما تيكون ما تيبقاش التبن تنعاونهم دابا بالتبن ولا شويه العلف دابا ما كاينش ربيع موالف عاد تيكون عندنا السقا ما بقاش عندنا الماء في كنزره مزيان الماء كيعاونها شويه على التبن وعلى العلف ما كتبقاش تصير بزاف ملي كيكون الماء مطلوق مزيان الوقت اللي كنا نعقلوا عليه هنا كان الماء موجود تبارك الله الماء موجود في كنزره وكنحشو وكنعطيوهم اياه اهدي اش راه طفني ما كاينش اللهم عليك كانت الساقية ولا الواد ما كانش يفرق مرة تا ولاد دابا كتحمل 10 أيام ولا هذا كتمشي شهرين ولا ثلاثة ما كتحملش وكثر يا والله ما لك الحمد لله هذاك الشيء قاسي من قادش من الشتاء من الشتاء طاح قليلة طاح قليلة راه جات هنا راه عرفت هذا الكود غبرة شاور على الماء حنا داويين على الماء عليه الماء كيفاش تبدا ها كنسقطو جات موجود الماء موجود دائما اصبع الماء ديما راه كاين التبديل لا شنو طرينا على الماء شنو والله ما لو كحل لكم السقايه كاع تبرق عاد شي بلاصه في عندنا البير اللي داك كيرا غنعاون القاضي يشوف هذا نجيبو البالا نجيبو داك هادو هما اللاطات اللي كيدخلوا في الفران هكايا على حساب الحجم يعني تقرصيهم دابا كل وحده تقرصيها بلاصتها كل وحده غنقرصها بوحدها شحال من وحده كاينه كاين سته سته تبارك الله باقي خاصنا جوج باش كل واحد نعطيه ايوا حنا سته كل وحده ياكل وحده ها حنا سته كل وحده ياكل وحده بزاف كاين الخير كاين الخير ما بغيتش لا غير غير تخبزيهم هنا نخبزوهم في الفران ديال العواد كان عجينة نقول له خلينا نزيد شوية طحين نزيد شوية طحين نزيد طحين باش يقد طحين باش يقد سير كيفاش أشاور أو
اشي هنا. تجي مربعة لم جايبه الماتريال ديال حدا دابا الخدمه ديالي كل وحده باش مختصه هذا الصباح هذا والعجينه سبحان الله ضروري يوميا في الدار دائما ما كاينش تقلش شي نهار بلا عجينه واحد لا واحد ملاحظه لاحظتها ما نعرف واش كاين الدول اللي كيصاوبوا الخبز بحال المغرب ولا لا هنا كنشوف الخبز المغربي في شكل داير خبز زوين ومنفوخ اللي ما كنشوف في بعض المناطق كيديروا داك الخبز اللي ناعس على التراب ورقيق يعني ما تيكونش منفوخ عاوتاني كاين اللي ما كيديرش فيه الخميره هذاك الشيء كنشوف اه كاين اللي ما كيديرش الخميره اه كيجي ملاصق كيجي بحال هكا مبسط مبسط الجلده على الجلده الجلده على الجلده غير بغيت نعرف واش كاين الدول الاخرى كنت نتمنوا تكتبوا في التعاليق واش كاين يتصاوب الخبز بحال ديال المغرب ولا لا بغينا نستافدوا حتى حنايا الصراحه انا بعدا ما عرفتش وانما نتمنوا الناس يفيدونا ويستافدوا حتى الناس معنا الناس الاخرين يستافدوا حنا معروفه عندنا هنا الخميره بكري كانوا كيدير ديك الخميره المالك ديال البلديه البلديه كانوا كيخمروها بالعجينه النيت كيديروا مطيشه شي حاجه حامضه كيديروها وكيشيطوا العجينه وهذيك العجينه كتخليوها تخمر غير واحد اللبزه صغيره ومن بعد هي اللي كيوليو يخمروا بها غد ليه عاوتاني كل نهار كيشيطوا يعني ما كانوش كيشريو الخميره ما كانتش الخميره اه دابا هاد الملاحظه كنقولوها للناس اللي باقين صغار الناس اللي ما كانوش عايشين في ذاك العصر الناس بشحال هادي ما كانتش كتشري الخميره كانت كتصاوب الخميره غير راسها وكتشيط كل عجينه كتشيط منها واحد الشيء وكتخليها تخمر والغد اللي كيوليو عاوتاني يخمروا بها باش يصاوبوا الخبز كما العاده غير ربما كانت ديك الخميره لا طال الخبز ديالها يطلق الريحه ما كنظن بالنسبه للناس اللي قلنا لهم راه هادشي باش تصاوب هاد الملوي ديال الفران راه بحالو كيف ما كتصاوب دابا العجينه ديال الخبز كما بدات دابا احلام هي راه كتوجد العجينه ديال الخبز يعني راه نفس الطريقه غير هي من بعد وريناكم الطريقه من بعد كتوليو كديروا لها الزبده مع السميده راه تقلبوا بلا عباره ابو محمد هادي على حساب على حساب هاد اللاطه كاين عليك واش ما تكثريش بزاف غير ديري كبار اجو قد اللاطه تعي عوض ديري 5 ولا 6 ديري 3 ولا 3 هاي يقولوا الناس ناري شحال داروا شحال تياكلوا هادو احنا في العربيه كناكلوا بزاف هاي بالنسبه لشي واحد بغى يتزوج شي وحده من المدينه من العربيه غير يوجد ليها عطلك جيبه عطلك جيبه كتخلع فيه وساكن ما يديروا خيره اي اي لا حتى انا في العربيه ما كانش اللي ما كاينش ديرش هذا الشيء كل ما كديرش هذا الشيء كامل كان اللي جوج الناس ثلاثه ما كيديروش هذا الشيء لا لا وي بالنسبه للناس اللي مجموعين في الطرافي لا ولكن معروف عن الناس ديال الباديه كياكلوا الناس الباديه كياكلوا علاش كنقولوا هذا الشيء باش يتهلاو في بنت العربيه اللي داوها للمدينه يتهلاو فيها
الناس المدينه راه كياكلوا غير بشويه مساكن بشويه بشويه، داكشي على حدو قدو. حنا لا، حنا هنا كنخدموا كنضربوا تماره ولكن كناكلوا بزاف الماكله كل الوقت. هذيك المرة فاطمة كانت كتلوى مع العواد، دابا ولات كتهرس نيشان. وصافي دابا ولات عربية. صافي دربت دابا نيشان. كنضرب على الركبة كضرني دابا لا. دابا تولي فيها تقصح لك الركبة. تقصح. قلت لك هو يعرضي معاه البيت. حيت باقي جديد ماشي راشي هاد الحقيقه، باقي ما كرمش ما يابش مزيان من تيرشه فيه الشوك. ربا جايب لك الدواء بهذين. انا جبت لكم الدواء. وعرفتي غتجرح ولا شنو؟ عرفتي غتجرح؟ ايه موجد الاسعافات. يلا زيد زيد يدك ها الشوكة. انت تبيت عندك الشوكة ولا لا؟ انا يجذب لها يجذب. اه ضربة بعطلة ولكن ماشي ديال سميتها، ماشي ديال الجرح، ديال الغنم. نضرب ديال الغنم باش شوف رايي الجرح كان فين. هنا دقة واحدة. يلا نروح سامي سامح. قبل من كتوجدوا قاسم؟ الدجاج. الدجاج؟ ايه الدجاج هاد الليلة تمرض. كيجي شي مرض على غفلة صعيب. ايه تيجي على غفلة يطيحو كامل. تصور كتربي الدجاج وتيولي زوين ونقي. ايه وكيعز عليك. كيعجبك ولكن ملي كتشوفو قدامك مسكين كيموت كتقلب. ايه تيبقى الحال فيك بزاف. ما كتلقى ما دير له. ما دير والو. ماشي حتى بنادم يتكلم يقول لك شنو كيضرني. لا والو كان تيتكلم راه تعرف ما دير معاه. النهار الاول تيقول لك شنو تيضرو. دابا هو مسكين تي مرض صافي ما كتعرفش شنو. اللهم حارب بكري. المرض كيديروا قاسم كنشوف كيديروا البصله ويديروا الخل. والسودانيه. كيديروا كيديروا على حسب الدجاج باش ما وفعلا فينن كيرتاح عليها. الا درتي له الخل والسودانيه وسميتها في البصله والبصله راه مزيان ما كيمرضش. هذا الشيء باش كنا كنداويو حنا الدجاج عاب هذا الشيء هذا وما ما كيتصابش. شحال داوينا من الدجاج بحالك تيكونوا مراض ملي كنديروا لهم السودانيه والخل والبصله كيبراو. كيبراو ان شاء الله. تيجي بلاتيسي كنديروهم في الماء اللي كيشربوا وكيجي بلاتيسي. شتي حتى البصله لا قرتيها مزيان قرتيها مزيان عطيتيها لها كلها راه مزيانه لها. مزيان ياكلها وراه عزيزه عليه البصله الناس. يا واكل سي محيداش كياكلها على الجهد. اجي حمزه معانا اجي بلاتي بلاتي ها هذا هو ما كاينش حاجه صغيرين غنضرب نطيحو نشد ولا مات ما يموت عند عام دارو هو تا هو مريض وقادي زين مثل زين غادي يجي عندك غادي يجي عندك غادي يجي عندك خليجي عندي خليجي عندي
أفرج غربنا حنا 15 عمري دابا ماشي تصحيح هو مريض وما بغاش يداوى تيخاف من الشوكه هذا تيخاف من الشوكه ديروا رطي انا غنديروا الطبيب ما عرفتش غنديروا الطبيب المخزن ولا غنديروا ربطيه تما عندي ولا كلينيك نشوف شي شحال خاف مع مريض شتي هو الدجاج بلدي ما هيش دابا شنو غدير له قاسم غندير له كاين سويدينيه والخل والبصله غديرها له ديريكت ولا لا غنديرها له في الماء في الماء ايه دير له دابا خصك دير له الخل ديريكت دابا في الفم الخل ديروا له ديريكت في الفم راه انا قبل نجيب شويه الخل جيب ايه غندير له ديريكت شو مسكين دي واحد شي ديال الخل قطروا له رديت داك الشقه فيهم لا ما نقواش الدجاج هاري شي كرده ابعدها هاد الكرده كانت الماء ايه كاميا كاكنا ماشي دينا الدجاج هي تموت هي تموت شاف يا بغا يموت يا بغا يموت شربي شربيتي يا بغا يموت عادي شرب له شرب له ويلي عاش ديتيه هاي ستر يا هاي شوية قاسم ماشي بزاف هاي شوية صافي خلي صافي كاع قمتي صافي تمغط ها عليا ايه نوضا مسكينة سخف عيا عيا يمكن لا لا ماشي غادي تعيا زيد له دابا شويه الماء قاسم عطيه شويه الماء عاوتاني عتقو بالماء هذاك راه فيه السودانية كلشي شربي منه هزلو الماء وشربي واحد راسو مشى فيا واحد ما عندي مرات جا هي وكلشي منه شربها شربها ويموت لا غيموت غيموت مسكين غيموت دابا هاد الدجاج راه شدينا مات دابا غيموت يعياو عندهم القلب سبحان الله العظيم مشى فيا صاي مشى سبحان الله العظيم ولي عليكم درتو وعاد بعدك شو بغيتي عندو فاطمه قاعده كتسبق على الفروج تا سخفتي ها هو دابا تيموت واشتي قايتو عليه كان واقف خليتوه انت كتسبقوا عليه هو هو يمرض قاعد رويسكه ورا شربته الماء زيد شرب شرب له شرب الماء شوف شدوا لي شدوا هاك شد شد هذه شرب له مسكين اللي ما ربو ما تعتق ها هو خفز حمد لله بقى الا فق مشى فيها زيد له زيد له الماء زيد له الماء زيد له الماء أوي ها غينوض واقيلا هي غيولي حيا ان شاء الله غيحيا ها ما تحضرش راسك صح خلي تنفس ونعاودو تيضرب دانون على الصباح في السخفة تبرد هنا تقعد هنا بعد كاش يتوقد يكون عسخة قربة طيبة شكون مرة تشرب لا خلي غير غيهرب واخا غيهرب لا انا غيهرب ولكن لا منع منها دابا قاسم ديرو على الجنب ديالو ما تخليش بحال هكاك نعسو ولكن هو ما تيجيش على الجنب ديالو غير نعسو نعسو مسكين يرتاح الدجاج لا نمشيو نتفرج هنا ما تسدوش ما تسدوش اخلي طلق طلق باش يرد الروح الله العظيم الصحة الله العظيم حدا الحمير من هنا عاد دخل اسري فيه عاد دخلي هذاك الباب شوفي في الارض دخلي حدا الباب من ليه شوفي في الارض هو الحمد لله راه وقف الحمد لله الحمد لله ونشكروه هو ولا يتمشى الدواء تيخدم ولا ما كاين بغينا نبينوا للمشاهدين لان غادي يبقاو مشوشين يقول لكم شكون شويه
ما تربطو ما والو قاس ما خلي غير هرب ولا شويه على صباح تربطو باش نربطو باش نبقى نداويه شتي حيت الا تمشي ما غيبقاش هو دابا شتي دابا راه كان محط مره كان محط هو يهرب ودابا الحمد لله ملي شربتو خلو داكشي هو ولا شويه هو ولي وقف الحمد لله دابا غادي نربطوه هنا حدا الماء وحدا الدواء لان الماء غنديروا فيه الدواء باش يبدا يشربوا قررت هنا باش خاطر خاطر ندير نشرب ليك اي 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 داويتك انت اخوتي المشاهدين وبينا لكم في النهايه باش ما تبقاوش مشطونين تقول لك ولا الفروج واش اللي لا تكتبوا لنا تاعك والله يسولوا عليه اي يسولوا عليه هو مسكن وبينا اليوم وخطر اخرى ان شاء الله تاني غنوريهم كيفاش الا جاب الله التيسير وبرا وبدا يتمشاو كبر غنقول لهم مع الفروج اللي كان مريض كيفاش كيتذبح اي لا كيف اي كيفاش تيتباع كيفاش تيتذبح جلس هنا والله ما كنسخاو نذبحوهم حقا انا بحال دابا انا كان عندي جوج فراج مشاو كلاو للجيران العنب ما سخيت نبيعهم ما سخيت نذبحهم شنو درت؟ عطيتهم للدار ديال القاسم اي حيت عندي انا هنا التيساع عنده التيساع قلت له صافي هو خذو شنو عندي؟ دابا راه هما دايرين تيرعى هنا يعني هما دايرين تيرعى عشوية يلا نروح سامي سامع كتسناو الخبز يطيب؟ اه تنتسناو الخبز الله نشوف ليلى في التعاود ويخليو الخبزه تتحرقوا شويه عندها سميتها غليظه فقنا نزيد شويه سميت حمره معاهم بلاتي واجد لا لا كليتي وما تقاش كاع بحال ما هذا كتقى كاع معس 30 درهم الكيلو وحنا كناكلوه فابور هذا بارك الله خيرات ربي ها البياض ها الكحل ها نشوف هذا المرويد الفران كيخرج في طيبتي في الفران ديال العوده فاطمه ولا اول مره لا اول مره اول مره كنطيبو غير في الفران عادي وكانت واحد الصديقه ديالي اسماء من مراكش كانت جارتي هي والزوج ديالها وحق الله محمد ما نقول لكش كتحماق عليه
كتقول لك انا نتبادل انا وياك، انا نعطيك البيتزا وانت تعطيني الملويت الفران. مسكينه والله كتكل عندي خير الله وديرو في الثلاجه وتاكلو. انا كنسلم عليهم كاملين صحاباتي اللي في مراكش كلهم كنسلم عليهم. داك القصه نسيت القصه الصخور. دير الميدونه حداها، دير الميدونه حداها فاطمه، دير الميدونه حداها. تبارك الله عليك. السخون دير شوف ها باش تعرف شوف ها قرميشه بجوي. طبوي خالتي يلا فاطمه زيد لكم الخير اخاي. واه خيرات هي. اش قالوا كلاسيكا بزاف. ناكلوا حنا الراشد راشداي سبحان الله ديما فاطمه كتجي تحزك حزن كروه شويه حتى كروه خليه. واش حال بنين يا كمال؟ واش حال بنين؟ شحال من بنات؟ شحال من بنات؟ شحال من بنات؟ شحال من بنات؟ خوتي المشاهدين كما كتشوفوا دابا النهايه ديال الفيديو. شكرا لكم على المشاهده وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وحنا كنشاركوا معكم اي حاجه كيف ما كانت. لان بصراحه كاين قليل اللي ربما كيطيب هذا الملوي ديال الصينيه، قليل اللي كيطيبوا ما كنظن في على العواد، وهذاك الشيء اش اختارينا نشاركوا معكم هذه القضيه هذه. شكرا لكم بزاف. هذا هو كلمة تشوفوا تبارك الله تخا مزياتي تبارك الله كيما قلنا معكم الصحابه ياكلها كامله تبارك الله. هذه كلها خليتوها لي 12 بزاف غاتاكل. السلام عليكم الله يعاونكم. الله يعاونكم تنحبكم بزاف الله يكرمكم.